رجعنا لحضراتكم من جديد. النهاردة معانا فقرة حلوة قوي قوي قوي. معانا بطل من أبطال ذوي القدرات الخاصة، طفل عنده 13 سنة من داون سيندروم. هو بطل في السباحة وفي كرة السلة وبيتعلم التصوير وبطل ألعاب قوة وحاجات كتير قوي، بيلعب ألعاب ما شاء الله ربنا يحميه. هنا مين الداعم لأسرته وتحديدا أخوه الصغير اللي فرق بينه وبينه 11 شهر. والده تزوج الأول وبعد كده تزوج مرة أخرى، فمعنده زوجتين. زوجة الأب هي اللي بتراعي الطفل اللي معانا، ففي حالة من الإنسانية رائعة جدا على الرغم إن أخوه من أم تانية، ولكن تلاقيهم هما حبايب وصحاب وأخوه الصغير بيعلمه حاجات واقف معاه. هنتعرف على تفاصيل القصة دي معايا النهاردة لأول الوالد الأستاذ محمد سيد والد باسل. صباح الفل على حضرتك. صباح الفل يا فندم. اسمح لي أقول إن معايا بطلين، معايا باسل محمد ومعايا أدهم محمد الأخ الآخر، لأنه باسل ما كانش هيبقى بطل غير بالبطل الآخر اللي هو طبعا حضراتكم، وكمان معايا طفل بقى هو تحمل معاكم المسؤولية. فصباح الخير عليك يا أدهم. صباح النور. صباح الخير عليك يا باسل. أخبارك إيه؟ إيه كم الميداليات دي ما شاء الله، الله أكبر. هنجيب دلوقتي الفيديو عليها. كل دي ميدالياتك يا باسل؟ ايه واخدها في ايه بقى؟ كده واخدها في ايه؟ واخدها في العاب ايه؟ العاب القوه والسباحه، صح كده؟ هو لسه ما خدش ميداليات سباحه، بس هو دي العاب قوه كلها. اوكي ما شاء الله. يعني هو اساسه العاب قوه بس السباحه لسه داخل فيها قريب. داخل قريب ان شاء بس الله. بس اخوه الثاني ادهم بطل. بطل بطل في السباحه. اوكي. طب انا عايز اعرف القصه بقى من حضرتك بقى كده. حضرتك تزوجت الاول والد باسل، وبعد كده حضرتك تزوجت مره اخرى، والاثنين دلوقتي موجودين على يعني ذمه حضرتك. الحمد لله. احكي لي الحدوته كده الاول الانسانيه دي. هو اول حاجه كل حاجه طبعا بتبقى قدر من عند ربنا سبحانه وتعالى. انا متزوج وطبعا عندي اولاد كبار، احمد لسانس حقوق، ومعايا امنيه لسانس اداب، ومعايا بسنت في رابعه تجاره. تمام. بعد كده اتجوزت فخلفت، ربنا كرمني باسل. حصل انقطاع الاول بين الثلاث كبار. مسافه كبيره قوي، يعني مده طويله ما بين اصغر بسنت دي في رابعه جامعه وباسل عنده 13 سنه، ففي حوالي 8 سنين. اوكي. كان خلاص بقى ما فيش، يعني ما كانش في دماغنا الخلفه خالص. نصيبه بقى جه ورزق ربنا من سبحانه وتعالى، يعني اراد ان انا اتجوز تاني، وبعدها بسنتين ربنا كرمني بباسل، وبعدها ب 11 شهر، ودي دعوه امي ربنا يديها الصحه، كانت دعت لي الدعوه دي ان ربنا يكرمنا والاثنين يخلفوا مع بعض، فاصبحوا الاثنين شقه. اوكي. مامة ادهم هي متخصصه، اتخصصت لتربيه ومجهود رهيب مع باسل، مع ان في المعتاد دايما نقول انه زوجه الاب ما بتبقاش حنينه على الاخرين، بس المره دي ربنا يعني بعت في قلبها الحنيه والانسانيه. الحمد لله رب العالمين. في بيت واحد من فضل الله، بقى لي حوالي 14 سنه متجوز، الحمد لله من فضل الله، يعني ده رزقي. والزوجتين عايشين مع بعض مطاردين. الحمد لله. تمام. اوكي. طيب ادهم برضو البطل الاخر اللي هو الاخ اللي يعني من ام اخرى، ولكن هما شبه توأم، خلاص عاشوا مع بعض في بيت واحد واخوات من الاب، ولكن ادهم هنا تحمل مسؤوليه اخوه وبدا يعلمه حاجات ومنها التصوير. الاول انا عايزه اتعرف عليك انت يا ادهم، لان انا برضو عارفه انك بطل. احكي لي الاول عن بروفايل كده عنك، وبعد كده احكي لي ازاي بقيت اخ داعم لباسل. انا الاول كنت بتمرن كره وانا صغير، كنت داعي للكره، كنت بحبها جدا. بعد كده انقطعت عنها فتره طويله لمده سنه او سنتين كده. بعد كده دخلت في مجال السباحه بقى، بقيت بطل فيها ومعايا ميداليات وشهادات كتير قوي في البيت. اوكي. وبطولة الجمهورية اللي فاتت دي بتاعت السباحة كنت تالت أحسن واحد حسن رقمه في البطولة. الله أكبر. وآخر الشهر ده إن شاء الله عليا بطولة جيزة. أنت 12 سنة. 12 سنة بس أنا اتكلمت معاه بره، حسيت إن هو ما شاء الله عليه، يعني تحس إنك بتتكلم مع عقل كبير، تحمل مسؤولية أخوه. أنت كبرت لقيت باسل. قول لي بقى إحساسك إيه بباسل، وإزاي تحملت المسؤولية مع ماما وبابا؟ باسل ده اخويا وصاحبي وحاجات كتير قوي بالنسبه لي. انا بدات اصلا
ان انا لقيته مثلا في حاجه مش عارفه اعرفها له مثلا، الكلام في كلام كده بخليه ينطقه صح، كلام كتير كده خليه ينطقه صح. في التمرين برضو التصوير الكابتن خلاني برضو اصور معاه ابقى مدرب ليهم، والباسل والاطفال اللي زي باسل. عايز احكي قصه التصوير، انه ادهم الكابتن بتاعه علمه تصوير، فبدا ان هو نفسه ادهم يعلم الاطفال ذوي القدرات الخاصه والاطفال برضو كله كله كله، ومنهم اخوه طبعا بقى خد الايه الاهتمام الايه الاكبر. طب تعالوا برضو لازم ناخد مداخله تليفونيه مع الاستاذه سماح اللي هي زوجة الام الثانيه لباسل. دايما اعتدنا يا استاذه، الاول صباح الخير على حضرتك يا استاذه سماح. صباح النور يا استاذه داريا. اعتدنا انه دايما زوجة الاب ما بتبقاش حنينة على ابناء الـ يعني الزوجة الاخرى، خاصة لو عايشة كمان. فانت بتكسري لنا كده ايه بعض القواعد باستثنائيات حلوة. قولي لنا بقى ازاي انت احساسك اتولد، امتى احساسك اتولد بمسؤولية ناحية باسل؟ احساسي اتولد بباسل من اول ما خدت في حضني، وعرفنا ان هو طفل متلازمه دول ذو الاحتياجات الخاصه، ابتديت اهتم بيه واخرج معاه في كل حته، حتى لدرجه ان احنا كنا بنوديه لدكاتره وهو لسه 3 شهور، قالوا لي يعني كفايه عليه ان انت تستني سنه او اتنين. انا كنت برفض طبعا، انا وبابا لازم ياخد جلسات تخاطب وتنميه مهارات من دلوقتي، قالوا لي ده لسه طفل حته لحمه حمراء بمعنى اصح، ما ينفعش ان ياخد تنميه دلوقتي او تخاطب او علاقه طبيعيه. قلت له ما حدش ليه يعني دخل في حاجه زي كده، انا عايزه ابني احسن حد. والحمد لله ابتديت معاه من 3 شهور ان كان بياخد تخاطب وتنميه مهارات وجلسات كتير قوي، لحد ما قدرنا الحمد لله نوصل بس للمرحله اللي هو فيها حضرتك شايفاها دلوقتي. طيب انت ربنا كرمك بابن، فازاي قدرتي توزعي مجهودك؟ يعني الطبيعي ان الام تروح لابنها اللي من يعني من بطنها ومن رحمها، فانك انت كانهم توأم طفلين، فبرضه المعتاد اللي احنا اعتدنا عليه انه دايما انه الام بتروح لابنها تهتم بيه اكتر، انت لا اهتميتي اعتقد بباسل وخليتي برضو ادهم يهتم بيه. انا اهتميت بباسل، ادهم اللي اهتمت بيه صحيح مامة باسل الحقيقيه الزوجه الاولى هي اللي اهتمت بادهم، وانا خدت مسؤوليه باسل. كنت بهتم بالاثنين بس مش زي باسل طبعا. وادهم انا فهمته ان ادهم يعني ادهم باسل ده ربنا سبحانه وتعالى ادانا هديه احنا نوصل بيه لطريق السلام، وان احنا نقدر نوصله لحاجه جميله. ومن هنا بس وادهم ابتدوا الاثنين يتحركوا معايا ان احنا نقدر نوصله لحاجه كويسه. حضرتك خريجه ايه؟ لا مفيش اي حاجه. انا مدرسه تربيه وتعليم. يعني حضرتك بتعملي مدرسه. طيب اوكي تمام. بشكر حضرتك لانه حضرتك بتقومي بدور عظيم جدا. الاول باسل، انت عارف مين معانا على التليفون؟ مين؟ سماح. مين بقى سماح؟ نوح. موحه. بيقول لك يا موحة بيدلعك. على طول يقول لي يا موحة، وما اقدرش اقول لحضرتك هو عنده حتة الاحساس بيا ديت ملهاش حل يعني. بتحبها يا باسل؟ تحب موحة؟ اهو بيحبك اهو. لا بحبك بقى على الهوا بقى هي وماما. لا بحبك. بحبك. متشكرة جدا جدا يا استاذة سماح، وربنا كده يا رب يبعت في القلوب جميعا الانسانية والرحمة والمودة، يعني الحقيقة نموذج للإنسانية رائع جدا جدا. طيب أرجع لبابا الولدين، كل أم فيهم خدت مسؤولية الطفل الآخر. تمام. عرفت تعمل المعادلة دي إزاي؟ طبعا في قدرة إلهية أن ربنا بعت في القلوب السكينة للأمتين. في الآخر هي قدرة إلهية. أنت بقى برضو بتنسق. أنا أول ما حسيت أن أنا عندي طفل داون ما أكدبش على حضرتك يعني اتصدمت، ما كنتش عارف اتعامل ازاي، فجمعت اولادي وزوجاتي دور الاخوات الكبار ايه صحيح من اخواته هو بقى؟ ما شاء الله يعني شقة. احمد واحمد بسم الله ما شاء الله يعني اب تاني ليهم بعديه. ويعني انا اقلمت البيت بمعنى صح، ان انا عندي ملاك، ما عنديش طفل، عندي ملاك. بدانا نتعامل. هل بقى اللي شجعته على الرياضه هي سماح؟ هي اللي يعني لولا سماح انت ما كنتش هتشجعه؟ لا ما كنتش فاضي، يعني انت عارفه ضغوط الحياه، وطبعا دي مسؤوليه عليا كبيره، لازم اوفر لهم الامكانيات اللازمه للحياه معيشه كويسه. فهي بدانا بالتخاطب من هو عنده حوالي 3 شهور، بدات امشي في اجراءات بعيد عن الدوله وبعيد عن اي مجهود خالص. انا التزمت قدام ربنا انه ده مسؤوليتي.
يتعالج من شقايا البطولات. حضرتك بتشتغل ايه؟ مدرس. مدرس مرحله ابتدائيه. اوكي، ماده ايه؟ لغه عربيه. لغه عربيه. ده احنا حضرتك هتقعد لي دلوقتي على الكلمه دلوقتي وتحاسبني عليها. لا مش بتكلم عمي الحمد لله. مش للدرجات. طيب حضرتك بقى بتعلمهم بقى اللغه، يعني بتتعلم من بابا لغه عربيه؟ ده فرصه معايا في المدرسه اصلا، بس انا دلوقتي داخل اولى اعدادي. يعني بابا درس لك قبل كده؟ اوكي. طب هو في مدرسه ايه؟ هو في مدرسه المانيا الفكريه. مع بعض ولا لا؟ لا لا، مدرسه الشهيد ناصف الديب دي تبع اداره مصر القديمه في الزهراء، وباسل في مدرسة النيل المدرسة الفكرية اللي في المانيال. طيب قول لي يا أدهم بقى، إحساسك إيه لما بتلاقي أخوك جايب ميدالية من الميداليات دي؟ بصراحة الصراحة بفرح له جدا، وفي نفس الوقت عايز ميدالية. فأول ما لقيته بقى خلاص دخل في مجال وعايز ميدالية زيه، دخلت بقى في البطولات بتاعت السباحة. أنت تشجعت فيها؟ أيوة. حلو. واجتهدت فيها جامد، قدرت دلوقتي ان انا اجيب شهادات وميداليات، ودخلت بطولات، معظم بطولات كتير. كان فرحته بالميداليه بتاعت باسل كانها دي هو، يعني كان هو اللي يحب يروح ميداليتي، كانها انا اللي جايبها. بس برضو انه يتشجع كطفل انه يبقى هو يعمل ده، ده شيء ايجابي. يعني انا بحب قوي فكره انه الاقي حد عمل حاجه اروح اعمل زيه، لو شيء ايجابي. فانا برافو، انا مبسوطه قوي لما قعدت اتكلمت معاك بره. انا مبسوطه قوي بادهم، يعني مبسوطه بيك قوي، لانك انت فعلا واعي وعندك الفكر. يعني ده برضو نتيجه بقى الام الاولانيه. طبعا. اللي هي دي اللي قعدت معاك. حضرتك على حاجه، الام الثانيه كانت مهتمه بس طول النهار، تروح مع التمارين وتروح التمارين وعلاج طبيعي والخطابه كل شيء. طب احكي لي بقى انه باسل يا كسفتي بيعرف يطبخ. شيف بيقدم. ده انا ما اخري اسلق بيض يا باسل. هو اصلا ده شيف، ده بيعمل برنامج على اليوتيوب. هو شيف وانا المصور المخصوص للشيف. للحلقات بتاعته، الحلقات بتاعت الشيف كله. طب قول يا باسل، بتعرف تطبخ ايه؟ احرجني. بتعمل ايه؟ عمل اكله امريكانيه. عمل ايه؟ الفراخ. وايه تاني؟ كفته. وكفته. بيجيب البتنجان. الكفته الاردنيه، اكله اردنيه كده، الكفته البتنجان كده. لا لا، بسم الله ما شاء الله. بيجيب بتنجان كده، بس لحضرتك على حاجه طويلة. يعني بسم الله ما شاء الله، يعني هو الاطفال اللي زي كده هم عايزين بس العزيمه والاراده قويه قوي. عايزين بدايه. صح. عندهم طفل زي كده بامانه بامانه ربنا بعت لهم هديه، المفروض دي تبقى. لا انا هجيبهم في فقره التغذيه بقى. يعني ده كفته وفراخ. وبيعمل ايه؟ متبله. بيجيب بتنجان كده بيبقى متقطع شرايح، والكفته يحطها جواه ويدخله من الفرن لمده ساعه بالظبط. لا هو بيطلع ما شاء الله بيعمل اكل يا حلو، وبيشوي فراخ. انا معودهم ان احنا لما بنيجي نعمل الاحراج ده، هقول لحضرتك احنا قضينا وقت الكورونا كله كنا احنا الثلاثه مع بعض. انا الحقيقه سعيده بيكم جدا، ونموذج لاسره جميله فيها معاني الانسانيه. بشكر حضرتك الاستاذ محمد سيد، بشكر باسل، بشكرك يا باسل يا بطل، وبشكرك يا ادهم جدا جدا، وفخوره بيكم جدا جدا. وهو ده المعنى الاساسي للانسانيه، انه احنا اخوات ملناش غير بعض، من ام واحده او مش من ام واحده، في الاول وفي الاخر دمنا واحد، فلازم نقف جنب بعض، لان هو ده اللي هيبقى. الفلوس ممكن تروح، المنصب يروح، اي حاجه ممكن تروح، الا الدم او الا الاخوه والموده والمحبه اللي ما بيننا.